يستعمل اليوم كرئيس لاتحاد كرة القدم التشيكي، وكان العمل جمعهما في ستراسبورغ الفرنسي. هذه كرة بالجهة اليمين، الله الله، الشمشوني أخيرا نطق، الكوري أخيرا تكلم وأفقد شباك الأهلي عذريتها، وكف وفك شفرة شباك النادي الأهلي. أوه، نطقت صمت كثيرا ثم نطق كبيرا الشمشوني يونغ سو، صمت كثيرا ثم نطق كبيرا في كرة على طريقة الكبار، يسجل الهدف الأول لمصلحة الهلال. 1-0 في صالح الهلال.